احنا اليوم اربعه بالبرنامج، صح؟ احنا ثلاثه يمكن متفقين على انه هذه الفصائل تخرج الحكومه ما عدا شخص اخر واحد الاول اللي يتكلم سيد هاشم الجيدي. هاشم نعم اعتقد يعني ما اضيف على الاخوه اللي تكلموا يعني اللي قبلي، لكن هاي النسبه اعتقد اللي موجوده بالبرنامج يمكن تمثل الاغلبيه او يعني باحسن الاحوال المؤيدين للفصائل. يعني احنا اليوم ثلاثه من اربعه غير مؤيدين ومؤيدين للحكومه، وان الحكومه ان هاي الفصائل تخرج الحكومه حقيقه. يعني انا اخذت هذا المبدا كمدخل كمثال لليوم الرفض الشعبي والرفض حقيقه من كل على كل المستويات. اليوم حتى السيد السيستاني حقيقه ما اعطى فتوى ولا اعطى سماح لانه بهذه الاعمال العسكريه. يعني اليوم اعطى ثلاث مسارات هي سياسيه وغاثيه واعلاميه، لم يبح لهم مثلا بالقتال والعسكري، ولو كان يمكن كان الامر غير كذلك يعني غير شكل. ايضا اليوم الموقف الحكومي معروف من زمان، يعني احنا اليوم الحكومه والسيد رئيس الوزراء يعلن حتى قبل هذه الازمه، يعني حتى قبل ازمه 7 تشرين اليوم الذكرى السنويه للطوفان الاقصى. احنا من زمان هاي السنوات الاخيره احنا نعاني من تدخلات الفصائل في عمل الحكومه وتحريجها في الداخل والخارج. يعني احنا اليوم نشهد انه ضرب داخل العراق قواعد أمريكية سواء في الإقليم أو في الغربية وغيرها، وهذه باتفاقيات طبعا. اليوم أكو هنالك طرق دبلوماسية وسياسية وعبر البرلمان ممكن إخراجها ليس بالضرب. يعني اليوم الحكومة تتفق مع مثلا الحكومة الأمريكية على إبقاء القواعد، ثم تأتي فصائل مشاركة أصلا في الحكومة ولديها أعضاء في الحكومة ويقومون بضرب هذه. هذا تعارض مع عمل الحكومة. لا خلينا نشوف.